السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. رجعت لكم النهاردة فيديو جديد وفكرة جديدة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. معانا هنا دايرة من ورق الفوم السادة مش الجليتر، وهبتدي كده معايا هنا شرايط قد بعض، هبتدي ان انا الزقها من فوق كده واخليها هو الشكل اللي هو سامبوكسها من فوق كده، الشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبتدي ان انا الزقها على الدايرة كلها داير ما يدور كده كأنها تكون شكل دايرة، بس مش هنخليه حاجة منها طالعة لبره، هخليها كلها داخلة لجوه كده عشان يكون شكلها حلو برضو، عشان هو أصلا الشكل هيكون من بره. وشكرا لتعليقاتكم الجميلة ودعمكم ليا، ربنا يخليكم ليا يا رب، ما يحرمنا منكم أبدا أبدا. طبعا لو محطتوش لايك للفيديو ادخلوا حطوا لايك وشير وكومنت وسبسكرايب. لو ما انتوش مشتركين في القناة اشتركوا، وشكرا للناس الجديدة اللي انضمت لعائلتنا الجميلة. اهوت كده هبتدي ان انا الزق 10، هم 10 انا هستخدم منهم 20 واحدة، لان انا هعمل كمان طبقة فوقها، فدي اللي هتخليها شكلها حلو. اهوت كده شكرا، انتوا شايفين ممكن بقى تستبدلوا الفكرة دي بأي لون تاني شكل انتوا عايزين. اهوت كده دي شكلها، هبتدي ان انا اعمل منها كمان شبههم بالضبط بس فوق كده، بس انا رفعت اللي فوق والبقى خليته رفيع شوية علشان بعد كده ابتدي ان انا يكون شكله حلو بس وظاهر. اهوت كده شكلنا شايفين كده، هبتدي ان انا الزق الاول كده. اهوت كده اكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم في الفكره علشان انا بقرا الكومنتات كلها. وطبعا ممكن تستبدلوا الالوان شكل ما قلت لكم انكم تستخدموا اي لون تاني، ممكن تستخدموها جليتر، بس الجليتر اصلا احنا هنزينها فمش محتاجه انها تتحط عليها جليتر اصلا، هي الساده كده اجمل، واللون بتاعها جميل جدا اللي هو الفوشيا الفاتح مش الغامق. كما شايفين كده هبتدي ان انا الزق اخر اتنين، ومش هبتدي ان انا ادخلهم جوه، لا هخليهم لبره كده، مش هحبكم لجوه جامد. هقعد كده معايا هنا البابل دي اشتريت لكم فيديو مشتريات، قلت لكم ان الواحده بتبقى بنص جنيه، ممكن انكم تشتروها من اي مكان. اهوت كده هبتدي ان انا الزق كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده، هلزق في الدور الاولاني والدور التاني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا ده ممكن دخلة الدراسة وكده، انا حطيت ممكن تحطوها على المكتب وتحطوا فيها النوت بوكس والستيكي نوت والدباسة وكده، انا حاطه فيها حاليا الحاجات دي، الحاجات اللي هي معظمها بتضيع وهي كبيرة واخدة حاجات كتيرة جدا. اهو كده هبتدي برضو معايا هنا اللي هو الاسترس اللامع ده اللي عامل شكل قشر السمك، هبتدي ان انا الزقه على العلبه من تحت، هلزقه دورين ورا بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا طريقتها سهله جدا جدا، والفكره انا ببسطها لكم خالص، هي اصلا مش بتكون كده في الحقيقه، تمام؟ هي الفكره بتدخل مونتاج لسه وبتظبط الدنيا، فانا بطلعها لكم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا لما كنتوا صليتوا على النبي في اول الفيديو صلوا دلوقتي، هبتدي كده ان انا الفها كمان دور شكل ما انتم شايفين كده. انا كنت عايزه الزقها فوق بعضها بس قلت لا انا هلزقها فوق كمان دور علشان يكون شكلها حلو وتداري كده، يعني تداري اللزق اللي احنا لزقناه تحت بالسامبوكسات دي. اهو كده ابتدي انزل على اطراف السامبوكسات الدايره. اهوت كده خلصتها، اذا عجبتكم الفكره ما تنسوش تحطوا لايك وشير وكومنت وسبسكرايب. اهوت كده انا حطيت فيها الحاجات دي، ممكن تكون مقلمة كبيرة جدا جدا وهي اصلا يعني بتتوسع. اهوت كده شكل ما انتم شايفين، لو عجبتكم الفكرة متنسوش تحطوا لايك وشير وكومنت، بحبكم قد الدنيا، باي باي.